أسلمتكم يا الحباب ومرحبا بكم في دار غران دي بيس دو ناديا. بونجور ميز امي الزول في اللون. Aujourd'hui, on va faire une recette ensemble هي تشراك المسكر. بما انه نقربوا في يامات العيد, يامات العيد والعيد لازم نوجدوا له. On fait des gâteaux dans les traditions تاعنا. الحمد لله احنا en Algérie, nous avons une variété تاع les gâteaux. نهار العيد لي 3 غاتو ولا لي 4 غاتو اللي يكونوا حاضرين معنا هو يا ان غاتو ا باز دو بات كيما نقولوا الغربيه ولا الطابع تشارك المسكر على باز دو سكر تشارك العريان والبقلاوه باغ اكزومبل والمقروط العسل اللي يكون معسل وكاين بزاف الحراير ينوضوا الصباح يديروا الصمصة صباح الفجر باش تقعد الصمصة فريشكا. نعطيكم المقادير. هنا عندنا 250 غرام تاع لا فارين تيب 45. عندنا هنا السمن اللي هو 100 غرام تاع السمن اللي نخليها انا هكذا اون بوماد. نقدروا اوسي نحيو اون كويير تاع السمن نزيدوا له اون كويير تاع الزيت. عندي هنا 50 grammes de le sucre glace, le zeste de citron. On a Diamond Indian, le zeste de citron, le citron vert, il a plus d'arôme que le citron jaune. Andi hna qorsa ta le melh, chouya ta la vanille. Ou andi hna 50 grammes un mélange تاع المزهر et un mélange تاع الماء la farce تاعنا تاع اللوز هنايا عندي كيلت 3 كيلات بهادي 3 كيلات بهادية و كيلة تاع السكر 2 كويير تاع القارص لو جون اي لو فير الزهر رايح ندير غير بالعقل قسما يتلملي ما يلازمش يجينا جاري نديرو غير بشوية يدلو هاي ديك لاباط نتاع اللوز نتاعنا كيفاش تجي هكذا ما علاش رايحين نزيدوا لها حتى حاجة باش نزيدوا لها خلاص نخلوه نجي نروحو نخدمو لاباط نتاعنا اون بروميي هذا رايحين نديرو السمن نتاعنا حنخلطوه مع le sucre glace. نرجعوه comme une pommade. نزيدو له القشور تاع القارص, citron vert et citron jaune. La vanille. الملح. ايوا جاتنا كوم بومان راح نديرو 50 تاع الماء والمزهر رايح ندير له لا فارين انا اليوم درت اون بتيت كونتيتي وانتم تقدروا تميتيبلي لا كونتيتي تاعكم اون 2 اون 3 اون 4 كيما حبيتوا فوالا لا بات نتاعنا راهي واجده هاديك لازم تكون طريه هكذا رايحين نجو نفيلميوها نخدموها سوا لو لوندوما ولا نخدموها منا على ربع سوايع نخلوها في الفريغو دائما نبلاطيوها باش تبرد لنا فيت لو فريغو انا رايحين اون فا كومونسي ا لو بيزي نوزنوه ا 33 غرام دوكا انا رايحين نوزنو لا فارس نتاعنا تاع اللوز هنايا عندي كيلت 3 كيلات بهادي
الكيلات بهادية وكيلة تاع السكر، دو كويير تاع القارص لو جون اي لو فير، ونقدروا نغابيو وسط القارص كي يكون عندنا ونكونجليوه هي وكان بروبليم، يقعد 6 شهور حتى العام ما يخسرالو والو، ما لازمش يجينا جاري. هاي ليك لاباط نتاع اللوز نتاعنا كيفاش تجي. هكذا ما عناش رايحين نزيدو لها حتى حاجة، عشان نزيدو لها خلاص نخلوه نجيه الفريغو. انا رايحين اون فا كومونسي ا لو بيزي، نوزنوه ا 33 غرام. فوالا بعد ما وزناهم 33 غرام انا رايحين نشكلوهم. هاوليك شكلنا التشراك مسكر نتاعنا، رانا رايحين نثقبوه بالكوردون شوية اللي هو ما عرفش حيتنفخ في الفوق، ورانا رايحين نديروه في الفريجيدير هما واحد زوج سوايع من قبل ما نطيبوه. فوالا الشرك مسكر تاعنا بعد ما طيبناه رانا رايحين ندوزوه في التسكار ديالو. هنا درت الماء زهر، اللي يحب يدير له لو سيرو دو باز يدير له لو سيرو دو باز. انا درت له هنا الماء زهر وزوج 250 غرام تاع الماء زهر بور دو كويير سوب تاع لو سكر غلاس. حركتو اون فا فينير ترامبي المزهر الشرك نتاعنا. ومن بعد مباشرة بعد ما قطروا رايحين نديروهم في السكر غلاس. بيان سور بعد ما غربلت لو سكر غلاس ديالي بعد ما درناهم في لو سكر غلاس نمسحوهم. رانا لحقنا لنهاية تحضير الحلوى تاع التشارك المسكر.
وهو نوع من الحلويات اللي يكون حاضر معنا يوم العيد المبارك ويشبه الهلال العيد. وكنتوا تبعتوا معنا هذه الروسات تاع التراك المسكر. نوري لكم فلا شوفوا الداخل يجي بيض، الداخل يجي بيض اللوز ديالو وراه يجي مبسس في فلا في لاباط نتاعو يجي مبسه. تابعونا على قناة غراندي بيس دو ناديا، إن شاء الله راكم رايحين تنجحوا فيه. ونقول لكم عيدكم مبارك وينعاد علينا، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام الأمة الإسلامية والأمة العربية وخاصة الجزائر، الشعب الجزائري يجوز عيد مبارك إن شاء الله. ونقول لكم لابخوشين فيديو إن شاء الله.